دكتور، من خلال هذا التقرير شاهدنا المتحدثين يتحدثون عن قلة النتاجات الزراعية ومغادرة الفلاح للأراضي الزراعية واقتصاد البلد اللي يعتمد مو فقط على البترول، على الزراعة وعلى المصانع والمعامل. برأيك شنو الحل لهذه المشكلة؟ ونحن نعرف هناك كانت اتفاقية باريس عام 2015، كانت هناك بنود تحاول تستخدم الطاقة البديلة وتقليل الانبعاثات المصانع والمعامل، ولو نشاهد إلى اليوم الالتزام بهذه البنود. يعني قضية المناخ، أنا زي ما كنت قلت في بداية كلامي، قضية يعني شائكة وملحة، ولكن بقى المشكلة الكبرى اللي بتواجهنا عدم التزام الدول الكبرى بالتمويل، لأن احنا زي ما قلت إن الدول الفقيرة أو الدول النامية والدول العادية والدول الأفريقية ما عندهاش الإمكانيات المادية إن هي تجابه وتتكيف مع تلك الأزمة أو مع الأضرار اللي في تلك الأزمة. ولكن احنا طبعا كان في تم طرح صندوق، في صندوق بمئة مليار دولار لخدمة الدول لدعم الدول المضررة، ولكن طبعا الكلام كله في التمويل حتى الآن لم يرتقي إلى التنفيذ، كلها اقتراحات وتوصيات. برضو الاقتراحات والتوصيات اللي بتكون بنقول عليها في أغلب المؤتمرات المناخ، يعني لحد الآن ما اتخذتش جدية بالشكل المفهوم. وعلى الرغم إن أنا زي ما قلت إن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي هي المسؤول الأكبر عن تلك الظاهرة، ولكن مساهمتهم ضعيفة جدا حتى الآن. الأمر حتى اللي خلى أن مثلا على سبيل المثال الرئيس الأمريكي السابق ترامب قال لك أنا هنسحب من تلك الاتفاقية ومش هشارك فيها، وبل أن يعني الانبعاثات الكربونية في عهد ترامب وصلت الأعلى على الإطلاق. يعني كان أوباما كان يعني شوية مهتم بقضايا المناخ والبيئة، والرئيس الحالي بايدن يعني أبدأ اهتمامه، لكن يعني كان ترامب هو اللي أفرط حتى في إنتاج البترول واستخدامه واستهلاكه، الأمر اللي خلى أن الانبعاثات الكربونية تزيد إلى يعني الأقصى درجة في الولايات المتحدة. يبقى احنا هي قضية التمويل هي القضية الأساسية بالنسبة لنا، ما هو التمويل؟ هنوفره منين؟ يمكن كان في المؤتمرات الأخيرة باريس وجلسكو اللي كانت من بضعة أشهر تم الحديث عن أن احنا محتاجين نوفر $100 كضريبة أو كتكلفة للكربون، يبقى تكلفة الكربون $100 لكل طن علشان تاخد $100 دول ونقدر ننفق بيهم على التغيرات المناخية وكيفية التكيف معها.